مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. ويعني احنا لسه في احتفال حفله امبارح معاكم النهارده في حلقتنا في 7 دي سبورت، لكن كعاده حلقتنا يلا بينا على طول نبدا بالعناوين. اهلي استثنائي احتفاليه طليق بموسم تاريخي للنادي الاهلي. الاهلي يضع اتحاد الكره امام مسؤوليته مجددا وبانتظار الرد. انتقال الدوري السعودي، انتقال محمد صلاح للدوري السعودي يتخطى صفقة نيمار. بعد غياب 17 عام طائرة مصر تتأهل لمونديال السيدات. العداء المغربي سفيان البقلي يواصل كتابة التاريخ. وكعادة حلقتنا بيكون معانا دايما تغطية وأحداث وأخبار كتير جدا، لكن هنبدأ حلقتنا من امبارح. امبارح نقل قناة النادي الأهلي احتفالية طليق بموسم هو الأعظم في تاريخ النادي الأهلي، موسم حافل بالبطولات والنجاحات على كل المستويات. الحقيقة ما فيش أفضل من كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي نبدأ بيها حلقة النهاردة، يلا نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي البداية وقبل ما أتكلم عن احتفالية النهاردة والبطولات والأبطال اللي شرفونا، لازم في الأول نحمد ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا ونشكره على التوفيق والنعم اللي ادهلنا. الحقيقة نعم ربنا كتيرة جدا، وتوفيق الله قبل أي حاجة تانية اللي خلونا النهاردة موجودين دلوقتي علشان نحتفل بموسم ذهبي، موسم تاريخي للنادي الأهلي، مش بس على مستوى الفرق الرياضية اللي هنسعد بيهم النهاردة أو سعيدنا وهنسعد بيهم النهاردة، لا كمان على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع. الحمد لله احنا من 3 شهور بس افتتحنا الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس بتكلفة عدت 1.5 مليار، وبنسعى حاليا في الإجراءات علشان يكون لينا فرع جديد في مدينة العالمين. بس زي ما حضراتكم عارفين الكلام ده لازم يتعرض الأول على الجمعية العمومية. كمان بتجيلنا عروض كتير من محافظات مختلفة علشان نعمل فروع هناك، واحنا مقدرين جدا جدا لكل العروض اللي جات لنا، وبندرس منها حاليا اللي يحقق مصلحة النادي وكمان يحقق تواجد النادي الأهلي في بقاع مصر بأكملها إن شاء الله. الحقيقة النهاردة برضو يوم من الأيام المميزة، يوم يخليك تشعر بالفخر، تشعر بالفخر بالأهلي وللأهلي، مش علشان احنا مسؤولين ولا في موقع المسؤولية، لا علشان احنا منتمين لهذا الكيان العظيم. طبعا العظمة لله سبحانه وتعالى. الليلة وفي حضور كل الكوكبة دي اللي انا شايفها قدامنا من عيلة النادي الأهلي السادة الإعلاميين اللي احنا بنرحب بيهم، احنا بنحتفل بموسم هو الافضل من كل المواسم اللي كل المواسم، اعتقد انها كل المواسم اللي تقريبا مفيش نادي في العالم
حصل أو عمل هذا الإنجاز وحصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد. وربنا سبحانه وتعالى يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا لها أو تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت، لكن الحمد لله والشكر لله. طبعا الإنجازات والأرقام اللي اتحققت أكيد بتحملنا مسؤولية أكبر في كل اللي جاي إن شاء الله، ولازم من دلوقتي كل فرد في منظومة العمل في النادي الأهلي سواء كان لاعب أو مدرب أو إداري أو موظف أو عامل، وقبلهم كلهم مجلس الإدارة، كل زمايلي في مجلس الإدارة، أنا وكل زمايلي في مجلس الإدارة، كل واحد فينا لازم يكون مستعد للي جاي ويعرف إن مسؤولياته بقت أكبر وأكتر، علشان بفضل الله نقدر نحقق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي. وكمان وقبل ما أشكر كل بطل من أبطالنا اللي بنحتفل بيهم، عايز بالنيابة عن زمايلي في مجلس الإدارة نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي، وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب، بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة عايز أقول هنا إن الكابتن محمود الخطيب رئيس وأسطورة النادي الأهلي كعادته يعني بيقدم لنا نموذج عظيم من حب وانتماء بلا حدود للنادي الأهلي. كلام الكابتن محمود الخطيب بيختصر كل اللي أنا عايز أقوله، بس نفسي الكلام يوصل للجمهور وللناس وإحنا عايزين نفسره شوية. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن موسم ذهبي للنادي الأهلي، ذهبي على كل المقاييس، نجاح لم يحقق أو لم يحققه تقريبا أي نادي في العالم على صعيد عدد البطولات في موسم واحد، ده بالنسبة لعدد البطولات. وكمان أتكلم يعني لو هتكلم عن نادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، لا أنا هتكلم بقى على إنجازات كتير غير البطولات. يعني كابتن محمود الخطيب كمان وجه الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم على الدعم والمساندة. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن إن النجاح مش بس على مستوى الفرق الرياضية دي اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليها وتحقيق بطولات، لكن كمان على مستوى الإنشاءات والخدمات في كل الفروع. واللي كابتن محمود الخطيب عايز يوصله في كلمته لما قال إن اللي جاي صعب جدا وإنه محتاج دعم ومساندة جمهور النادي الأهلي، ده لأن النجاح اللي اتحقق مش هو الإنجاز بالنسبة لنا، يعني خلاص البطولات دي بقت ماضي زي ما كابتن محمود الخطيب قال بالظبط، لكن القادم هو الأصعب. إنك تحافظ على النجاح ده، إنك تزوده، إنك توصل للمستوى الفني والرياضي الأعلى كعادتك وتحافظ على إن أنت رقم واحد، وكمان على مستوى الإنشاءات والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة جدا والتحديات الكبيرة جدا اللي قدام النادي الأهلي الفترة اللي جاية. خلي بالك النادي الأهلي ما عرفش غير النجاح، بيسعى دايما للاستقرار والنجاح، وده مش هيحصل إلا بدعم الجمهور. طبعا في باقي كلمة الكابتن محمود الخطيب وجه الشكر لكل الفرق الرياضية والنشاط الرياضي بالكامل، وكمان لفريق كرة القدم والأسر اللاعبين في كل الفرق الرياضية. كمان اتكلم عن الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكورة السابق، ووجه له الشكر على مجهوداته، وهي دي أخلاق وتقاليد ومبادئ النادي الأهلي، جيل بيسلم جيل، وعشان كده دايما الاستقرار موجود في النادي الأهلي. لكن في جزء كمان في كلمة كابتن محمود الخطيب أحب نستعرضه سوا
نسمعه مع بعض ونرجع نتكلم فيه تاني مع بعض. يا جماعة وبتتطور بسرعة جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، محتاج احنا كده ممكن الحقيقة يفوتنا يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضة المصرية بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضية بقى اعتمادها الاول، كل الالعاب اعتمادها الاول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الأندية، مواردها من الأندية، والأندية في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الأندية نفسها بتدور على موارد. يا جماعة لازم يكون في أمور لازم نعالجها بسرعة، الأمور بتتصعب وده أمر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصة الأندية الجماهيرية، الأندية الشعبية. لازم تكون في قرارات أو مقترحات عاجلة يتم تنفيذها علشان نساعد الأندية الشعبية وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا مازلنا زي ما احنا. الحاجة المهمة جدا واللازم نتكلم عنها هي المساندة من المؤسسات الدولة وقيادتها لكل المنظومة الرياضية، في المقدمة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا بنشكره طبعا وبنشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية اللي بتساند كل الأندية والهيئات الرياضية. الحقيقة هنا الكابتن محمود الخطيب وجه رسالة شديدة الأهمية لكل المسؤولين عن الرياضة في مصر، الرياضة بشكل عام مش بس كرة القدم، وكمان وجه الشكر لكل مؤسسات الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة والمؤسسات الناجحة. كمان وجه الشكر للأجهزة الأمنية اللي تملك كل الإمكانيات على أعلى كفاءة لتأمين أي حدث رياضي وطلب بعودة الجماهير بالساعة الكاملة للملاعب. كلام الكابتن محمود الخطيب كان خطير جدا كمان فيما يتعلق بتطوير الرياضة المصرية. هو إزاي الاتحادات بتعتمد في مواردها على الأندية؟ وأنا هقول هنا لحضراتكم مفاجأة، اتحاد الكرة المتعثر ماليا واللي عنده مشكلة كبيرة ومشاكل كتيرة كان عاوز يعتمد على الأندية في حل أزمته المالية، وقال أنه هيجمع فلوس تقريبا 60 مليون جنيه من المتأخرات والمديونيات تقريبا بتاعت القيد. طبعا الأهلي ما عندوش مشكلة في القيد وبيسدد مستحقات اتحاد الكرة بشكل منتظم، لكن تخيلوا اتحاد الكرة جمع كام؟ أقل من 10 مليون جنيه في فترة القيد اللي فاتت دي. عاوز أقول لكم كمان إن اتحاد الكرة مش عارف حتى يدفع فلوس الحكام، الحكام ليها 28 مليون جنيه ما دفعش منهم غير 6 مليون جنيه بس. يعني بقى مؤكد دلوقتي إن اتحاد الكرة هيدخل الموسم الجديد وهو مديون للحكام بفلوس الموسم اللي فات. بالمناسبة وبالنسبة يعني المفروض إن اتحاد الكرة حصل من الأندية قبل بداية الموسم اللي فات ده من فلوس الحكام بالكامل، يعني حصل على فلوس الحكام بالكامل من الأندية. طيب صرفها فين؟ دي أول حاجة. وديتوا الفلوس بتاعة الحكام اللي انتوا خدتوها من الأندية فين؟ ليه الاتحاد على فلوس من الأندية المصرية مش بتحاول توجد حلول؟ يعني القصة دي تحديدا تاني انتوا جمعتوا الفلوس قبل ما الدوري يبدا ان خلاص فلوس الحكام متجمعه، طب ما دفعتوش للحكام ليه؟ دي قصه غريبه كده، مش عايزين نتكلم في المشاكل دي دلوقتي. خلونا نروح لواحده من اهم اساطير النادي الاهلي، لكابتن النادي الاهلي كابتن نهله سامح، الكابتن التاريخي لفريق كره الطايره سيدات في النادي الاهلي، واللي تم تكريمها امبارح في الحفله. حقيقه يعني هي تستاهل اكتر من كده بكتير. اهلا بيك كابتن نهله على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج 7 داي سبورت. اهلا بيك ربنا يخليك يا رب. يعني اسطوره من اساطير الفولي في مصر والوطن العربي وافريقيا، دي بدايه ليكي طبعا ككابتن، انت تقريبا اكتر كابتن شال بطولات في الفولي تقريبا، يعني الحمد لله على مستوى العالم على فكره كلها. الحمد لله وطبعا ليا شرف ان هو مع النادي الاهلي جميع البطولات مع النادي الاهلي.
طيب في البداية كلميني عن الحفلة امبارح وشعورك بالتكريم وسط الاحتفالية الاستثنائية دي بعد مسيرة عظيمة جدا مع النادي الأهلي. انت تحديدا مسيرتك ما فيهاش غلطة، مميزة، حصدت كل حاجة ممكن لعيبة تحصدها مع نادي. الحمد لله. طبعا يمكن يعني بيكون من أسعد الوقت لأي رياضي هو وقت التكريم بعد مجهود طويل على مدار السيزون اللي فات. والحمد لله ان كان السيزون اللي فات كان سيزون استثنائي يعني للنادي كله، لكل اللعيبه، لكل الالعاب عامه، العاب الصالات وكره القدم وكل حاجه. فانا بصراحه كنت سعيده جدا امبارح، يعني اللي هو الناس عارفه الحمد لله المجهود اللي احنا بذلناه، فده كمان بيكون بصراحه دافع للسيزون الجاي ان شاء الله للعيبه، ويكون دافع ليا كمان ان شاء الله في مكاني الجديد ان شاء الله ان انا اقدر احقق انجازات والتحدي الجديد ان شاء الله اللي انا داخلاه. يعني انت طموحاتك الفتره اللي جايه، وانا عارف ان انت مكمله مع النادي الاهلي ولكن في الجانب الاداري، وانا متابعك وعارف انك خدت كورسات كمان وحاجات كتير قوي، انت يعني ماشيه بنموذج زي ما انت كنت لعيبه هايله جدا وكابتن من احسن الكباتن على مستوى الاخلاق والرياضه وكل حاجه، انت برضو داخله السكه الاداريه بنفس الشكل تقريبا. يعني انا الحمد لله طبعا بدات من وانا بلعب، كنت طبعا برتب للوقت اللي هو ما بعد الاعتزال، فكان طبعا معايا ليفل 1 وليفل 2 من الاتحاد الدولي للتدريب، وبرضه داخله كورسات ان شاء الله اداريه الفتره اللي جايه. فكنت بحاول اجهز يعني بشكل مناسب ان شاء الله عشان يعني اقدم كل اللي اقدر عليه ان شاء الله للنادي الاهلي، وان انا انجح في التحدي الجديد بالنسبه لي. الحمد لله الحمد لله يعني، وكرم من ربنا ان انا قدرت انجح كلعيبه، فاتمنى ان انا ان شاء الله اقدر اخدم النادي الاهلي وانجح ان شاء الله كمدير اداري ان شاء الله مع قطاع الناشئات. يمكن هو الموضوع بيكون اصعب شويه مع الاجيال اللي لسه طالعه. فالحمد لله يعني انا ضمن جهاز محترم طبعا بجهود الكابتن حمدي، وطبعا اساطير كتير معانا في الجهاز، ان احنا ان شاء الله داخلين تحدي ان احنا نقدر نطور من قطاع الناشئين والناشئات. فيعني انا بعمل كل اللي اقدر عليه ان شاء الله ان احنا ننجح. يعني هم هياخدوك نموذج طبعا، يعني انت احسن حد يتاخد نموذج للقطاع كله، كل النشئات تقريبا. خليك يا ربنا يخليك. انت عديتي عدد بطولاتك مع النادي الاهلي والكؤوس اللي انت رفعتيها مع النادي الاهلي ولا لا؟ اعتقد وصلوا 51، غير 51 بطوله الناشئات والشابات وغير بطولات منطقه القاهره، يعني في شويه بطولات ما حسبتهاش. طب والبطولات الدوليه؟ البطولات الدوليه منهم بقى البطولات العربيه بقى، في اللي مع المنتخب برضه خارج الحسبه دي، يعني الحسبه دي بس درجه اولى مع النادي الاهلي. انت مع النادي فريق اول 51 بطوله. ايوه صح كده. واكتر لعيبه في العالم حاصده بطولات في الفولي يعني. الحمد لله الحمد لله. انا كمان مع النادي الاهلي في السن الصغير، انا الحمد لله ما خسرتش ولا بطوله محليه يعني. ما شاء الله، يعني ما شاء الله فعلا انت نموذج لكل الناشئات في النادي الاهلي يعني. ربنا يخليك ربنا يخليك. طيب مش هيفوتني وانت معايا اخد منك تعليق على منتخب كرة الطائرة اللي بيصعد لكأس العالم بعد غياب 17 سنة تقريبا، وعايز اعرف توقعاتك ايه ورأيك في الانجاز ده. طبعا انجاز كبير جدا، بس انا يعني انا من الناس اللي كان من قبل ما يصف انا كنت متوقع ده. احنا كان طالع يعني عندنا في المنتخب كان طالع لعيبه كتير جدا من الصغيرين قادرين ان هم ينافسوا، والحمد لله ان احنا قدرنا يعني فرقت معانا الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الكاميرون في المجموعه. يمكن الموضوع ده فتح قدامنا سكه. احنا كمان عندنا نهائي النهارده تقريبا مش كده؟ النهائي مع كينيا النهارده. طبعا ماتش مش هيكون سهل، ولكن لا احنا نقدر نكسب. كينيا دي صعبه قوي طبعا، كينيا دي من المنتخبات اصعب منتخب افريقي تقريبا. طول عمرها فريق قوي، ولكن احنا فريقنا الفتره دي وان شاء الله في المستقبل كمان القريب قوي، اعتقد ان احنا هنقدر نسيطر على البطولات الافريقيه. مع ان انا حاضر لك نهائيين قدام الانابيب الكيني ده متفوقين تفوق غير طبيعي، والنادي الاهلي دايما بيكسبهم، بس في مستوى المنتخبات ما اعرفش بيحصل ايه. كان دايما بيحصل ان اللعيبه بتاعت الكاميرون واللعيبه من كينيا على طول محترفين بره. يعني كينيا دلوقتي اللي مقويها جدا لعيبه عندهم اسمها شارون، دي محترفه في اليونان، لعيبه قويه جدا تعتبر هي ممكن 50% من قوه الفريق الكيني. الكاميرون نفس الكلام، كان اللعيبه كلها محترفين في فرنسا، بس الحمد لله اللعيبه القويه دي اعتزلوا دولي. طب كويس. احنا عندنا كام لعيب من الاهلي في المنتخب يا كابتن نهله؟ 7 لعيب. ما شاء الله، يعني تشكيل يعني. الحمد لله، يعني يمكن انا كمان اعتذرت عشان كنت عايز اعتزل، فكنا هنبقى الحمد لله برضه يعني كتير الحمد لله. يعني دايما يا رب كده النادي الاهلي طبعا. طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طيب كلمه تقوليها لجمهور النادي الاهلي
بمناسبه ان انت دلوقتي يعني خلاص اتخرجتي من كارير ان انت لعيبه وبقيتي مسؤوله اداريه في النادي الاهلي، عايزك تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي. انا بشكرهم ان هم طوال السنين دي كلها كانوا في ظهري وبيشجعوني، وبشكرهم ان انا وقت اعتزالي بصراحه شفت حب منهم ما كنتش اتوقع بالكم ده. يمكن لغايه دلوقتي هم فاكريني، وحتى لما ظهرت امبارح في الاحتفال ناس كتير بتبعت لي رسائل، فانا بشكرهم على الحب ده، وبوعدهم ان شاء الله ان انا هقدر اخدم النادي اللي هم بيحبوه وبيشجعوه، واعمل يعني اقصى حاجه اقدر عليها ان شاء الله عشان يفضل النادي الاهلي دايما في بطولات، ويبقى المواسم كلها مش استثنائيه، يبقى ان شاء الله كالعاده ده يعني البطولات دي كالعاده في الاهلي يعني. ان شاء الله. وعايز اقول لك مبروك بقى يوم الاثنين ان شاء الله فرحك، صح؟ ان شاء الله. صح ان شاء الله. الف مبروك يا نهله، وربنا يكملك على خير يا رب. ويعني واحده من اللاعبات المخلصات في تاريخ النادي الاهلي، واحده قدمت تاريخ كبير مشرف على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي كمان، يعني واحده هي فيها شخصيه النادي الاهلي فعلا. كل التوفيق ليها في حياتها العمليه وكمان في حياتها الزوجيه بقى ان شاء الله من اول يوم الاثنين. تعالوا مع بعض بقى نروح نشوف تقرير عن حفل اهل استثنائي، ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز اكلمكم قبل ما نبدا بقى في باقي اخبارنا ان تكريم الكابتن محمود الخطيب لذوي الهمم. امبارح شفنا منظر حضاري جدا وهو بيكرم فرق ذوي الهمم او لاعبي ذوي الهمم من مختلف اللعبات، وبيشكر اهاليهم. دي حاجه ما بتحصلش يعني غير من ناس مقدره ذوي الهمم، مقدره القيمه بتاعت الناس دي في مجتمعنا، ومقدره الناس دي بتعمل ايه لمجتمعها. الناس دي فعلا تستاهل انها تكرم، الناس دي بترفع اسم مصر وبترفع اسم الرياضه المصريه الحقيقه اهم من لعبات تانية. وعلى فكره مش مطلوب منهم اي بطوله، لكن هم جزء مهم جدا من مجتمع النادي الاهلي ومن عائله النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب دايما بيحرص على وجودهم في اي حدث او اي حفله، دايما بيحرص على تكريمهم وعلى وجودهم، لان الحقيقه الناس دي ليها دور، وهو حريص على اسعادهم واسعاد اسرهم الحقيقه يعني. فبالتالي الواحد بيبقى فخور لما بيبقى شايف مشهد زي ده في النادي الاهلي الحقيقه يعني. مشهد متكرر دايما، حتى في برنامج عائله النادي الاهلي كان كابتن محمود الخطيب عامل لذوي الهمم دول جزء في البرنامج، وهم ناس مؤثره في مجتمع النادي الاهلي وده حقهم. كمان مش عايز انسى تكريم عم حارس. عم حارس امبارح هو مش بيتكرم لانه هو راجل يعني ما راجل عامل من عمال النادي الاهلي او راجل ليه دور في غرفه ملابس النادي الاهلي، لا هو بيتكرم لانه راجل ادى عمر في النادي الاهلي، ادى عدد سنين كبيره جدا في النادي الاهلي. عم حارس عنده 100 بطوله. في انديه ما عملتش اللي عم حارس عمله في النادي الاهلي. انتوا متخيلين؟ عم حارس واحد جزء من تاريخ النادي الاهلي الكبير جدا، عم حارس عاصر اجيال مختلفه للنادي الاهلي الحقيقه يعني. انا شفت عم حارس وانا طفل في النادي الاهلي. ومش عم حارس لوحده، خلي بالكوا. كل عمال النادي بلا استثناء هم جزء من تاريخ النادي الاهلي. وبيتكرموا في مناسبات كتير جدا، حتى في فرع التجمع الخامس تم تكريم العمال. دايما كابتن محمود الخطيب واي مجلس اداره خلي بالكم بيحرص على ان هو يكرم عمال النادي الاهلي اللي ليهم دور لا يقل عن لاعبي النادي الاهلي وعن مسؤولي النادي الاهلي، سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني. الحقيقه هي حاجه مشرفه جدا جدا جدا. تكريم عم حارس ده شيء مش تكريم لعم حارس بس، ده تكريم لكل عمال النادي الاهلي ممثلين في صوره عم حارس اللي هو اقدم عمال النادي الاهلي في جهاز كره القدم تحديدا يعني. نبدا بقى مع بعض في الاخبار واحنا لسه مع النادي الاهلي. اللي ارسل النادي الاهلي خطاب للاتحاد المصري لكره القدم جاء فيه انه تم مخاطبه اتحاد الكره بتاريخ 15/8/2023 لمعرفه موعد ومكان اقامه بطوله السوبر المصري اللي بتقام سنويا من مباراه واحده، بطل الدوري والكاس ولائحه البطوله والحقوق التسويقيه والجوائز الخاصه بها. وطلب النادي في ذات الخطاب اختاره بما اذا كانت هناك بطوله مستحدثه سوف يتم ادراجها على اجنده الاتحاد او رابطه الانديه، وموعد ومكان اقامتها كمان ان وجد يعني لو البطوله دي هتتلعب، وكذلك اللائحه الخاصه بها لتوفير المعطيات اللازمه للجهاز الفني للاهلي للقيام بترتيبات الاداريه والفنيه وتحديد اولويات المشاركه قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحليه والقاريه. ونركز لان قاريا النادي الاهلي مش هيلعب بدوري ابطال افريقيا بس، لا ده في كمان دوري السوبر الافريقي. لكن الاهلي لم يتلقى ردا بهذا الخصوص حتى الان، ووجد النادي في خطابه وجدد النادي في خطابه ضروره موافقته وبشكل عاجل
بالطلبات المشار إليها، خاصة وأنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للنادي حتى نتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل. ده الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي لاتحاد الكرة. وهنا ليه تعليق، اتحاد الكرة ليه مش قادر يرد على النادي الأهلي؟ ده سؤال مهم. الأهلي في استفسار بسيط وسهل، وسهل جدا ان انت تجاوب عليه. بطولة عندك في لائحة النظام الأساسي بتاعك كاتحاد كرة، والبطولة دي رسمية ولم يتم إلغائها أو تعديل لائحة اتحاد الكرة فيها. طب خايف ترد ليه؟ إذا كان اتحاد الكرة خايف من تطبيق اللوائح فهو بداية الفشل وإهدار حقوق الأندية وحقوق اتحاد الكرة نفسه. وأنا أتمنى أن اتحاد الكرة يكون أكثر ذكاء ويتحمل المسؤولية قبل ما يحط نفسه في مشكلة كبيرة. يعني هي الموضوع سهل، موضوع سهل جدا. في بطولة قديمة عندك بتلعب بشكل رسمي على مدار مواسم كتير جدا. طب يا جماعة قولوا لنا البطولة دي موجودة ولا أنتوا استحدثتوها ببطولة تانية؟ استفسار بسيط من النادي الأهلي، جاوبوا عليه. كونوا أكثر ذكاء وجاوبوا على استفسار النادي الأهلي. لسه مع النادي الأهلي ومع الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، لكن الفريق هيدخل معسكر مغلق في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، استعدادا طبعا للموسم الجديد. واطمأن كابتن خالد بيبو مدير الكرة على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد، وحرص الكابتن خالد بيبو على زيارة معسكر الفريق في النمسا وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقالات طبعا لتوفيق الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. ووجه كابتن خالد بيبو الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية. الحقيقة يعني عملوا مجهود كبير لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي. وكان مدير التعاقدات طبعا سافر سفرية سريعة كده مجرد 48 ساعة، يعني كان معاد خلالها صحبة كابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل السفر للفريق. الحقيقة دور قوي جدا من كابتن خالد بيبو، بيراجع كل حاجة بنفسه وعايز يشوف كل حاجة بعينيه قبل ما الفرقة تتوجه للنمسا. يعني خلاص احنا مسألة أيام وهتسافر النمسا. الفرقة بدأت التدريب النهاردة بالفعل أول يوم عودة للاعبين، ونتمنى لهم التوفيق في معسكر النمسا إن شاء الله. نروح للكرة المصرية، الكلام بقى فيها كتير جدا. الكلام اللي بقوله لحضراتكم النهاردة ده هتسمعوه لأول مرة. اتحاد الكرة كان أعلن عن اجتماع يوم 24 أغسطس اللي هو النهاردة المفروض يعني، وكان اجتماع مهم جدا للإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الشباب والناشئين. اتحاد الكرة بدون ما يعلن قرر أنه يؤجل الاجتماع عشان يبقى يوم 28 أغسطس الجاري في الإسكندرية. ليه بقى؟ للاحتفال بمئوية منطقة الإسكندرية اللي بيرأسها طبعا الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات. اتحاد الكرة لحد دلوقتي لم يستقر على تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، وعرض بقى، بص بقى المفاجأة دي، عرض على البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يشرف على المنتخبات دي. الحقيقة اتحاد الكرة تفكيره دايما غريب ومش بره الصندوق، ده بيحطم الصندوق أساسا. اتحاد الكرة عايز يوفر فلوس طبعا، فعاوز يخلي مدرب المنتخب الأولمبي اللي المفروض يتفرغ تماما للاستعداد للأولمبيات، أولمبيات باريس طبعا، عايز يشرف على منتخبات الشباب. طبعا ميكالي هيرفض الكلام ده وهيقول لهم أنا مرحب بالتعاون مع الأجهزة الفنية دي اللي هتجيبوها مفيش مشكلة، لكن أنا تركيزي مع المنتخب الأولمبي وفقا للتعاقد اللي بيني وبينكم. دي نقطة مهمة وخطيرة جدا. انتوا لسه ما شكلتوش أجهزة فنية للمنتخبات وبتعرضوا على الراجل عشان توفروا، بما انه بيقبض بالدولار يعني ان هو يمسك بقية المنتخبات بقى. ده صعب جدا، انتوا بتتكلموا في حاجة مستحيلة. طب ما تقسموها بقى يعني، فاهم يعني، ادوا فيتوريا منتخب ومكالي منتخب ونقسمها مع بعض بقى. ايه ده؟ حاجة غريبة جدا وحاجة مش منطقية. مش من قلة المدربين في مصر انت مش لاقي مدربين، لا ده انت عندك كم مدربين في مصر كبير جدا، عندك ناس اكفاء كتيرة جدا، عندك كفاءات كويسة، عندك ناس انت اديتها الرخصة ايه قريب. طب ما تستغل الناس دي. هو يعني الموضوع بسيط، عندك كفاءات وعندك مدربين معاهم سيفيهات قوية وعندك ناس اشتغلت بره مصر وعندك ناس شغالة في مصر، طب ما تجيب الناس دي تديها فرص. وميكالي على فكرة هو راجل جاي لمهمة محددة وفي عقده ان هو مدرب المنتخب الأولمبي، عمره ما هيوافق بأي شكل من الأشكال انه يبقى ماسك منتخب تاني غير المنتخب الأولمبي. ممكن ماشي يتعاون معاهم، يشوف لعبتهم، يحط برامج انه الناس دي تلعب بنفس الخطط بتاعة المنتخب الأولمبي عشان خاطر يستفاد من اللعيبة بتاعتهم، لكن ده آخره. عمره ما هيمسك منتخبين مع بعض أو ثلاث منتخبات مع بعض، ده موضوع منتهي يعني. وبالمناسبة معايا خبر تاني بقى بيقول ان ميكالي ماشي صح قوي. اعلنت وسائل الاعلام اليونانيه
صباح اليوم النهارده الخميس وصول عرض رسمي من نادي مارسيليا الفرنسي بيطلبوا فيه التعاقد مع بلال مظهر اللاعب المصري مهاجم بسانكيوس اليوناني. بلال مظهر كان توج بلقب هداف دوري ابطال اوروبا للشباب في الموسم الماضي طبعا برصيد 9 اهداف، وتم تصعيده للفريق الاول في نادي بسانكيوس اليوناني وخاض معاهم معسكر للاعداد في النمسا. الصحافه اليونانيه بتقول ان نادي بسانكيوس اليوناني رفض مناقشه العروض وطلب مبلغ كبير جدا، وقال ان ده تعبير عن ان بلال مظهر مش للبيع، وده رغم ان بلال مظهر هينتهي عقده في الموسم اللي جاي ده على طول، يعني بنهايه الموسم القادم ممكن يوقع ببلاش في اي حته عادي مجانا لاي فريق من اول شهر يناير كمان اللي جاي. في نفس الوقت منتخب مصر الاولمبي بقياده نيكالي اعلن استدعاء بلال مظهر لمعسكر منتخب مصر الاولمبي القادم، ومعاه عمرو فايد لاعب فنربخشه طبعا المنتقل حديثا لفنربخشه التركي اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، ومصطفى اشرف من الدوري الالماني. وبالتالي احنا عندنا اسماء جديده ممكن تفيد المنتخبات الوطنيه، وميكالي هيديهم فرصه اهو كمان، ودي حاجه تبشر بالخير قبل اولمبياد باريس. عندنا كنز الحقيقه المفروض نستخدمه. يعني نروح بعد كده بقى لانفراد اخر، وانفراد مهم. البرتغالي فيكتوريا بيريرا رئيس لجنه الحكام ابلغ اتحاد الكره قراره باجراءات تعديلات على تشكيل لجنه الحكام في الموسم الجديد. طبعا فيها مفاجات، اولا الاستغناء عن خدمات الكابتن توفيق السيد اللي كان مسؤول عن حكام الدوري الممتاز في الموسم اللي فات. كمان بيريرا بلغ اتحاد الكوره ممثلا طبعا في رئيس مجلس ادارته جمال علام رئيس الاتحاد بانه هيجري تعديلات اخرى على باقي عناصر اللجنه، وده هيعمل بوادر للصدام المبكر كده بين اتحاد الكوره وبريرا، لان الخواجه البرتغالي عنده نيه للاطاحه بمسؤولين عن التحكيم او المسؤوله كمان عن التحكيم النسائي، وكمان لتغيير المسؤول عن تقنيه حكم الفيديو المساعد، وفي احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد معترض على الكلام ده. انفراد النهارده بقى بريرا طلب الاستعانه بتامر الدري والسيد مراد في لجنه الحكام في الموسم الجديد عشان يكون تامر الدري بديل لتوفيق السيد، وكمان قرر انه يكون مسؤوليه كامله عن تعيين الحكام في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني دون اي تدخل من حد. اتحاد الكره بيحاول يسيطر على بريرا في الوقت الحالي، وهيعرض عليه تعيين نائب الرئيس لجنه الحكام هيكون مصري، وهيطرح عليه اسمين هقولهم لحضراتكم كمان اهو، سمير محمود عثمان او الكابتن جهاد جريشه وسمير محمود عثمان. بريرا هيرفض اي تدخل في عمله، وكمان بريرا عارف ان في بعض اسماء في اتحاد الكره متربصين له وعايزينه يمشي، لكن الراجل ملتزم بتعاقده اللي هينتهي بنهايه الموسم القادم. اتمنى ان اتحاد الكره يدي مطلق الحريه لرئيس لجنه الحكام في اداره اللجنه بالشكل اللي يشوفه في مصلحه التحكيم وتحقيق العداله لجميع الفرق، واتمنى ما يتبعش معاه سياسه التطفيش اللي عملوها مع كلاتنبرج لو تفتكروا الموسم اللي فات ده. تمني يعني سيبوا الراجل يشتغل، سيبوه يشوف شغله، عشان لو انتوا عايزين تطوروا منظومه التحكيم اختبروا الراجل، شوفوه لاخر الموسم وقرروا اذا كان هيكمل معاك ولا لا، لكن مش وهو شغال وهو ليه صلاحياته الكامله تروح عايل تفرض عليه اسماء او تقول له اسماء. مع احترامي ليهم كلهم اسماء كبيره طبعا، لكن سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشوف هو بيعمل ايه، سيبوه يشتغل يا جماعه. بس تعالوا بقى نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل باقي اخبارنا، ولسه مع الاخبار اللي في مصر هنا نروح لخبر تاني. مدينه الاسكندريه اليوم تستضيف تصفيات شمال افريقيا المؤهله لدوري ابطال افريقيا للسيدات. الحقيقه انا فرحان اي اخبار بيجي للكره النسائيه بصراحه بتفرحني، يعني هتنطلق اليوم وتستمر حتى 30 اغسطس الجاري. هتشارك 4 فرق في التصفيات دي، وهي وادي دجله من مصر، سبورتنج الدار البيضاء من المغرب، الجمعيه النسائيه من تونس، وافاق غيزان من الجزائر. وهيستهدف فريق وادي دجله طبعا تحت قياده مدربه وائل السيد التاهل الى دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي، وطبعا هم سبق لهم التاهل مرتين قبل كده. كل التوفيق لفريق وادي دجله كممثل للكره المصريه. هي في تطور كبير في الكره النسائيه في مصر الفتره دي، يعني الحلو نقول له حلو طبعا. وفي انديه كتير بدات انها تعمل فرق للكره النسائيه، منهم النادي الاهلي اللي بدا يعمل قطاع ناشئين اهو، يعني في فرق ناشئين هايله جدا دلوقتي في النادي الاهلي، وفي اكاديميه كمان للكره النسائيه في النادي الاهلي. فبالتالي في اهو الانديه الشعبيه بداوا يعملوا انديه للكره النسائيه او انديه يعملوا فرق للكره النسائيه داخل الدوري الممتاز. وعايز اقول لكم فرادة يا جماعه، في بطوله سوبر جديده للكره النسائيه في مصر هتتعمل ان شاء الله خلال الشهر اللي جاي، بطوله كاس سوبر، وهيعلن عنها الاتحاد المصري لكره القدم. هتبقى لاول مره في التاريخ دوري سوبر للكره النسائيه، فبالتالي
مجهود كبير يعني الحقيقه، مجهود كبير وجميل عملاه الدكتوره دينا الرفاعي المسؤوله عن الكره النسائيه في اتحاد الكره، ان انت هتشوف بطولات جديده للكره النسائيه، ان انت كمان بتشوف منتخبات الكره النسائيه بدات تبقى ليها دور كبير. ان شاء الله كمان هو وادي دجله هيتاهل لبطوله افريقيا للمره الثالثه، يعني في مشاركات من انديه مصريه. الانديه اللي هيتم ان هي بتعمل فرق نسائيه الفتره اللي جايه، اللي هي الكتير اللي بتعمل دلوقتي فرق نسائيه، عشان كمان الرخصه بتاعه الانديه في الاتحاد الافريقي بقى لازم يبقى عندك فريق كره نسائيه، فدي نقطه مهمه جدا هم ماشيين فيها كويس قوي. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في الفتره اللي جايه. ومن كرة القدم النسائية إلى كرة الطائرة النسائية أيضا، نجح منتخب مصر للسيدات الكرة الطائرة أمس الأربعاء في حجز مقعد ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف 2025، وجاء تأهل الفراعنة بعد الصعود للنهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بعد غياب داب 17 عام. وصعدت بنات النيل بقيادة المدرب عماد نوار بعد الفوز على رواندا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء بالكاميرون. منتخب السيدات هيواجه النهاردة نظيره الكيني، لسه زي ما كنا بنتكلم مع كابتن نهله طبعا الموضوع ده، الساعه 8 النهارده بنهائي البطوله. نتمنى لهم كل التوفيق طبعا. لما بنلاقي فرق الكره النسائيه ايضا بنلاقي فرق الطايره، والمشاركات النسائيه في الالعاب مختلفه دلوقتي بقت مميزه جدا في مصر الحقيقه، يعني الكره النسائيه في مصر بقت مميزه. كره الطايره رغم ان احنا متفوقين على مستوى الانديه، النادي الاهلي مكتسح، لكن كمان اهو بدانا نشوف المنتخبات بترجع تلعب كاس عالم تاني. منتخب كينيا زي ما فهمتنا كابتن نهله هم عندهم محترفين كتير غير اللي احنا بنقابلهم في بطولات الانديه، لكن احنا المجموعه اللي موجوده دلوقتي كلنا ثقه فيها ان شاء الله، ان شاء الله يعملوا حاجه. تعالوا بقى نروح لبطل المغاربه الفتره دي، رياضيا متفوقين في كل الالعاب، لكن لعبه العاب القوه هم مميزين فيها من زمان جدا، من زمان جدا جدا يعني فيهم اساطير كتيره جدا، هشام القروش لو تفتكروا، ايهاب المتوكل، ناس كتيره جدا اساطير لالعاب القوه، مروان المتوكل، اساطير كتيره جدا لالعاب القوه في المغرب. في اسطوره بقى لها فترة دلوقتي كمان للمرة الثانية على التوالي استطاع العداء المغربي سفيان البقالي إحراز الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر، وده أصعب سباق على فكرة، 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوة اللي بتستضيفها العاصمة المجرية بودابست. البقالي قطع مسافة السباق في ظرف 8 دقائق و 3 ثواني و 53 جزء من الثانية، ويعد هذا اللقب العالمي الثاني على التوالي للبقالي، وقد حصد ايضا الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو في صيف 2021. وفي اولمبياد طوكيو نجح البطل المغربي في انهاء السيطرة الكينية على سباق 3000 متر، الكينيين كانوا مسيطرين على السباق ده، سباق 3000 متر موانع ده، لم ينجح اي متسابق غير كيني من الظفر بالذهب للاولمبية منذ عام 1980. ونفس الامر في بطولة العالم بالمناسبة، من 87 الكينيين مسيطرين، فالكينيين مسيطروا السيطرة دي كلها، يجي مغربي ممتاز رائع بطل جديد مغربي، نتمنى له كل التوفيق في اللي جاي، ونتمنى له الاولمبيات اللي جايه كمان يعمل حاجه، كل التوفيق ليه. المغرب في الرياضه دلوقتي يعني كمان الكوره المغربيه بقت في حته تانيه خالص، منتخب المغرب رابع عالم، اللعيبه المغاربه في انتشار كبير جدا. عشان كده نرجع لكلمه كابتن محمود الخطيب حوالين ان في ناس بدات تتحرك خطوات كتير، احنا ما ينفعش نقف، احنا عايزين نطور الرياضه المصريه بشكل عام، مش كرة القدم بس، مش كرة القدم بس، انتوا شايفين اللي حوالينا في كل الألعاب دلوقتي متطورين بشكل مرعب. الموضوع مش مسألة كورة، كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم في كلمته الموضوع ما كانش مسألة كورة. نظام الرياضة في مصر، الرياضة دي اقتصاد كبير جدا وتجيب دخل كبير جدا للدولة، لازم نهتم بيها، خصوصا إنك عندك أبطال، على مختلف المجالات عندك أبطال. لما يبقى عندك واحدة زي بسنت حميدة دي في ألعاب القوى لازم تستغلها، دي بطلة، دي بطلة كبيرة. لما يبقى عندك أبطال أولمبيين في ريال أشرف، أو لما يبقى عندك جنى اللي عندنا في النادي في الكاراتيه، لما يبقى عندك ناس كتير جدا، ناس كتير جدا 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 في الألعاب المختلفة، ده دليل على إن المواهب موجودة. أنت عندك معجزات، إحنا عندنا مثلا في النادي الأهلي في البينج بونج هنا جودة، دي معجزة ومتوقع لها مستقبل يعني أكتر من المتفوق، دي من وهي عندها 12 سنة ولا أصغر من كده كمان بتاخد بطولات عالمية. ف عندك مواهب كتير وعندك ناس في كل الالعاب، استغل ده بقى بان انت تحط نظام قوي، نظام للناس. على فكره احنا في العاب كتير جدا ماشيه مش عايز اقول لك زي الفل كمان، يعني شوف الهاندبول، شوف الاسكواش، الاسكواش انت مسيطر على التصنيف العالمي، الهاندبول بتقرب من الاوائل دايما، بتخش قريب، العاب جماعيه والعاب فرديه ومحترفين في كل المجالات فيها محترفين، كل الرياضات عندنا فيها محترفين، لازم نستغل ده. تطوير المنظومة الرياضية في مصر شيء واجب، لازم تلاقي دخل لكل اتحاد، مش كل اتحاد يعتمد على دخل الأندية بس، لا، لازم يبقى الاتحاد ده عنده اللي يعتمد عليه.
عنده تسويق وعنده حقوق رعاية وعنده كل حاجة يقدر يعتمد عليها من نفسه، ما يبقاش كل همه انه ياخد فلوس من أندية. ده مش صح، ده مش صح أبدا. يعني شوف نموذج النادي الأهلي في مصر، شوف نموذج النادي الأهلي في مصر وصل للتفوق ده، بيروح يلعب كأس العالم في كل اللعبات دلوقتي. النادي الأهلي السنة دي هيلعب كأس العالم في كرة القدم، في كرة اليد، في كرة الطايرة، كل دول والباسكت، كل ده النادي الأهلي راح كأس عالم فيه. شوف نموذج النادي الأهلي إداريا وتسويقيا وعلى مستوى كمان الفني وطبقه، عندك نموذج كويس تقدر تشتغل عليه يعني، وولاده كتير جدا أبناء النادي الأهلي في كل المجالات. تعالوا نروح بقى، نسيب مصر بقى ونروح قطر. انتخابات للباسكت، الاتحاد الدولي للباسكت، انتخب القطري سعود بن علي الثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للائحة الاتحاد الدولي للعبة. وقيمة الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان واندونيسيا في الفترة من 25 أغسطس الجاري إلى 10 من سبتمبر المقبل. وشغل الشيخ سعود الذي انتخب بالإجماع خلال الاجتماع منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة اللي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الأسيوي منذ عام 2002 بعد أن كان رئيسا سابقا للاتحاد القطري ونائب رئيس اللجنة الأولمبية في قطر. كل التوفيق طبعا، شخص عربي نتمنى له كل الدعم. وإحنا عندنا طبعا رئيس الاتحاد الدولي للهاندبول كابتن حسن مصطفى، ولما يبقى في عرب كتير في الاتحادات ده شيء مشرف جدا يعني. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نتكلم عن واحد هو أسطورة مصر في كرة القدم طبعا، خلاص بلا منازع، النجم المصري العالمي محمد صلاح. تقارير السعودية دلوقتي كلها ما عليهاش كلام غير محمد صلاح، وكل شوية تطلع تسمع الصبح أفاد التقارير السعودية، أخبار حصرية، مش عارف إيه، لسه إحنا ما نعرفش. خلي بالك محمد صلاح ممكن بنسبة كبيرة جدا ما يسيبش ليفربول، لكن تعالوا نشوف مع بعض الخبر اللي معانا ده عن محمد صلاح. تقارير سعودية أفادت أن نادي اتحاد جدة السعودي اقترب بشكل كبير جدا من الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. تقارير سعودية قالت بقى أن نادي الاتحاد يسابق الزمن نحو إقناع محمد صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى قبل إغلاق المركات الصيفي في الدوري السعودي في 7 سبتمبر المقبل. وحسب صحيفة جازيتا ديالو سبورت الإيطالية، فإن نادي اتحاد جدة سيقدم عرض بقيمة 100 مليون يورو لنادي ليفربول، والذي يرحب بالعرض من حيث المبدأ. وانتقال صلاح بهذه القيمة إذا تمت يعني سيكون أكبر من صفقة انتقال نيمار إلى صفوف الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان اللي كان ب 90 مليون يورو لو تفتكروا. في المقابل جاء عرض الاتحاد بطل دوري روشن من أجل ضم محمد صلاح صاحب ال 31 عام طبعا مقابل 200 مليون يورو، حيث سيكون مدة العقد 3 سنوات. ويمتلك صلاح عقدا من نادي ليفربول حتى صيف 2025، حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في الأسبوع الماضي أنه لا نية للتفريط في صلاح. خليني أقول لكم أن صلاح بالذات هيكتر عليه كلام كتير جدا الفترة اللي جاية لحد يوم 7، لحد ما تقفل الانتقالات، موسم الانتقالات في الدوري السعودي. لكن صلاح نفسه لو نفتكر كلام وكيله في أول الموضوع خالص، قال أن احنا مرتبطين بعقد مع ليفربول. لو تفتكروا كلوب قال انه متمسك بمحمد صلاح، فبالتالي في اتفاق. هي ممكن يكون صلاح ما ابداش رفضه لعقد الدوري السعودي لحد دلوقتي او لعقد اتحاد جده يعني، لكن الايام اللي جايه ممكن نشوف، اصل ارقام مغريه جدا، فممكن الله اعلم هيغير رايه ولا لا، لكن لحد دلوقتي صلاح متمسك بليفربول وليفربول متمسكين بيه. ده كان اخر خبر معانا النهارده في حلقتنا في 7 دي سبورت. حلقه النهارده كان فيها اخبار متنوعه وجديده، وكان فيها تغطيه لحفله امبارح المميزه جدا يعني. وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي على خير. وفي الختام خير سلام، إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل، مع السلامة.